واقول بيدي جرح ايدي وزدت جروح. مساء الخير يا اهل الكويت وكل احبتنا في الخليج العربي والعالم العربي. خليني احط المصباح شوي. ما ادري البعض يعتقد احنا شعب شويه او فينا شيء مو طبيعي لهذه الدرجه مستهينين فينا، او يظن البعض ان بعض فئات الشعب ما تفهم او ان الشعب غير متعلم. طبعا محشومين يا اهل الكويت. لكن اللي خلاني اقول هالحكي قريت في احد الصحف شو يقولون. يقولون ان وزير الاسكان راح يبي يوزع 1000 قسيمه شهريا. اي شلون؟ وتكون على المخططات، يعني نستلم قسيمتنا على الورق، يعني القسيمه على الورق هني قسيمتك هني، يعني المفروض تجيب عائلتك وين تروح؟ على الورق، يعني ناخذ الورقه ونعيش فيها. وانا من هالمنطلق اوجه عده اسئله لمعالي الوزير المحترم. يعني تبي المواطن الكويتي اللي ينتظر اكثر من 20 سنه على اساس ينطر بيت العمر، راح ينطر 20 سنه ثانيه على اساس يستلم من الارض على ارض الواقع؟ الظاهر ان ورقه استلام الارض هي على المخطط هي وصيه الميت حتى وصيه قبل الموت حتى يورثها لمنو يا ابو عبد الله؟ للاحفاد. لهذه الدرجة وصلنا إلى السفاهة والضحك على الذقون، الضحك على الشعب ببربنج. مرة مؤتمر يشكون فيه الحال كل الحضور، ماكو طاقة كهربائية، الحكومة ما عندها نية وما أدري إيش وما عندنا أراضي ومحتاجين 13 مليار ومحتاجين 14 مليار. زين وبعدين نسينا المؤتمر، قالك راح نسوي توصيات خلال الاسابيع، توصيات المؤتمر تبي الاسابيع. المشكله البعض يظنهم ما يدرون شنو هي المشكله. اليوم وصلنا لمرحله تكون ابره البنج نسلم الارض على المخطط. مش عيب؟ مش عيب نضحك على العالم؟ مش عيب نضحك؟ عيب لما نضحك على هموم المواطنين ونتشذب عليهم ونخدرهم. اليوم أعزائي المشاهدين أكثر من 130 ألف أسرة تنتظر بيت العمر، وأكثرهم يسكنون في شقق، واليوم الكل يدري أن السعر المتوسط لإيجار الشقة ما بين 750 لألف دينار بالشهر، وما زالت الحكومة تبيع علينا الهوى. خير الكويت قاعد يطلع برا، والكويت في الخارج تنشئ مدن طبية ومدن جامعية ومدن إسكانية، طرق، محطات، قطارات، مترو، جامعات. وتعجز في الكويت أن تبني مدينة طبية ومدينة سكنية ومدينة رياضية. ليش تعجز؟ السبب بسيط، لأنه لا يوجد قرار. واللعبة الجديدة اللي نقعد نسمع فيها تكليف الفتوى والتشريع بإعداد قوانين تساهم في النهضة الكويتية، وخاصة في قضايا الإسكان والقضاء على البيروقراطية، على أننا تنتهي من هذه القوانين في عام 2017. زي ما قالوا 2019، العادة 2019، يمكن المستشار السحي يكتب 2019 راح خلاها 2017. شو أسمي هذا الفعل؟ نجاح؟ تبونا نصفق، تبونا نرقص، تبونا نغني، تبونا نبكي، تبونا نموت قهر على هيك قوانين واقتراحات من حكومة عاجزة من حل القضايا المصيرية لهذا الوطن. وما يلام الشعب إذا بلع حبوب الضغط والسكر، ما يلام الشعب يموت قهر، ما يلام الشعب يتحلطم. كلنا مبطوطة جبودنا على هيك إنجازات وهيك عمل حسافة. كنا نتمنى نرى الكويت الجمال، كويت المستقبل، كويت الغد، لكن حال الوطن ما ابي اقول هالكلمه، محشوم يا الكويت وسامحينا يا الكويت، لكن هذا هو زمن الرخص السياسي، زمن البطاله، زمن العمولات، زمن تجار المال السياسي. ضاع الوطن، باع
الكويت من أجل عم الكرسي. الله هالكرسي وهالتصارع واللي بيعرضه وعرضه وطنه من أجل كرسي. وطلعنا على الخط نقول القضية الإسكانية، الملف الأمني وانتشار السلاح يهدد هذا الوطن. اصحوا يا نايمين، اصحوا يا بشر، كل المطلوب مرجلة وقرار. ادعو الله ان يحفظ الكويت والله يصلح الحال اذا كان في الأرض.